اليوم بدي احكي بالبايثون، بدنا نستعمل بدنا نقدر نتحكم بنعمل مثل بوت تقريبا بيتحكم بالبراوزر. هيدي تول كتير 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 قوية. حنستعمل لايبرري اسمها سيلينيوم، وفينا نتحكم اما بفايرفوكس او بالكروم. لاحظت انه الكروم في بقلبه دوكيومنتيشن احسن، فعشان هيك حنستعمل الكروم حتى يعني حنقلع الكروم ونعمل اكسس اللي بدنا اياه بالكروم. فالاوبشنز حقيقة مش ضروري، كان ممكن هيدا اعمله اوميتنج بلاي يعني، ولكن هذا مهم بس من ناحية انه يخبي، يعني يعمل عمليات الويب براوزر بس من ما بيوريني يعني. فاذا هيدا بعمله كومنت هيك بعود بيوريني يعني. فهلا نحن رح نشوفه. هيدا اد اكسبيرمنتال اوبشن منا مهمة، رح نطنش عليها هلا، منا مشكلة. هي بس عامله لحتى انه بالاخر، بس حتى ما يضل البراوزر شغال حتى لو انا خلص البرنامج تاعي. فراح فوت على جوجل دوت كوم، راح في شيء اسمه الاكس باث، هذا element نحن بنحصل عليه. هون مثلا هذا جوجل دوت كوم مثلا، فهذا element اللي هون بتفوت هون على الانسبكتور. اذا بحط كنترول شيفت واي بيطلع لي الانسبكتور. بدي استعمل هذا، في اكبس على هاي اللي هون كنترول شيفت سي، اوكي، وهون بقرب. فانا بدي هيدا الانبوت اللي هون رح تفوت فيه، فبس بكبس هون بيطلع معي هيدا هو الالمنت، هو انبوت عادة بيكون هون. فبعمل رايت كليك، بعمل كوبي، وبعمل كوبي للاكس باث. هيدا الاكس باث هو حقيقة هو هيك بيكون، يعني كأنه مثل، يعني هو باث اللي هو بيكون مثلا هيك اتش ام ال بعدين بودي ديف واحد، يعني اول واحد اول ديف جواته في ديف 3. المقصود ما في ديف 1 وديف 2 وديف 3، يمكن في ديف 4 بس هو 3. بعدين جواته في فورم، بعدين ديف 1، بعدين ديف 1، بعدين ديف 1، بعدين في ديف يتيم هون. يمكن اذا بحط هون واحد منا مشكله هذا، بس نحن ما حنعمل هيك، اخذنا مثل ما هو. بعدين ديف 2، بعدين انبوت. فحقيقه هذيك الكوبي اللي انا عملته لا، فهون بعمل رايت كليك هون قلنا بنعمل له كوبي، بنعمل كوبي هيك وكوبي للاكس باث. هات انا اعمل له بيست تشوفه شو حيطلع. فعلا هيدا هو اللي هو ذاته اللي كان لحظة هات نتأكد دا 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 دا. ايه هلا في شغلة ما بعرف اذا بيفرق اذا عم نستعمل، ما انا بدي العب بالكروم فمش منيح يمكن يشوفها بالفايرفوكس، ما بعرف اذا بتفرق او لا، بس طبعا افضل واحد يتاكد منها وين بالكروم. اذا عم يشتغل كروم تاكد منها بالكروم، يعني قلع كروم ما تقلع فايرفوكس. بلا طول سيري، فهلا هون لوجيكلي هلا هون هي ما كثير لها طعم، بس انه انا بالاخر طب انا هون عامل له دوت جيت، الجيت هو بيفتح البراوزر يعني بيقلعه. هلا في لاحظت هون في شيء اسمه دوت شو اسمه مثل لانش او هيك قلع او مش لانش، لا هيك انه مثل لود او شيء هيك. بس صراحة هي المشكلة انه عم يعملوا لها دائما تحديث هيدي اللايبرري، ف بيعرفوا. المهم الدوت جيت هو بيفتحها بيقلع، يعني بيفتح الصفحة هاي، هي شغلة هاي اللي بدنا اياها فعلا. هذا بس يفتح الصفحة طب ما بدك تنطر. عادة هيدي بلوكينج اوبريشن، هاي عادة هاي بلوكينج اوبريشن لحد ما لحد ما يوصل هو ل بيعمل بلوكينج لحد ما انه ياخد انه كومبليت ستاتس، انه كونديشن انه يكون كومبليت عادة هيك. بس ما بعرف، بالرغم من هالشي لازم واحد على الضمانة ما يعمل هيك انه يلا فايند element وهيدا. طب ما بدك تنطر شوي، بدك تنطر تتأكد انه عن جد هالالمنت موجود، عن جد فتحوا وقلعوا وكل شيء. هيدا هو البراكتس الصحيح. فبنعمل بنستعمل شيء اسمه ويب درايفر ويت اللي هو موجود هون. هيدا اكيد بدك تعطيه درايفر اللي هو كروم درايفر. بعدين تايم اوت 3، بعتقد هي 3 ثواني. فانت لحد شو
حقيقة هيدي فانكشن، هي لامدا، هيدي كلها هي فانكشن. المهم هي فانكشن، يعني هي فانكشن يجوز انه تكون هيك، مثلا def مثلا find، تعال نسميها find e هيك، وهون مثلا driver يجوز انه نعملها هيك بالشكل هذا. وهون مثلا بتعمل مثلا تعال نسميها دي، يعني هو المقصد هون مثل الدي هيك. بعدين هون تعمل دي دوت فايند هاي شيك، ايه دي دوت فايند، ايه بس شو برد؟ بعتقد برد هذا الالمنت نفسه، لانه لامدا دي بس ما في كلمة ريتيرن انا هون شايفها. حتى نشوف اللامدا، نتذكر شوي صغيرة كيف اللامدا بيشتغل. لامدا return value، لأنه هو لازم doesn't contain return statements، it will have a single which is always returned by default. اوكي، فهو بيرجع هذا الاكسبرشن شو ما كان، وبالتالي هو بيرجع هذا دي دوت فايند، يعني كان هون كانه في كلمه return. اوكي مهم، بس انه هم هيدا، فهي يجوز تكون هيك. هلا في شغله انه نحن عم في شغله انه هون نحن عم في بارامتر هون argument اللي هو هيدا الدي، اللي عاده هو بيكون درايفر. هو فعلا رح يكون درايفر، مش انا حرجعه حقيقه، هي هالفانكشن هي اللي حترجع الدرايفر. اوكي حتبلعه هيدا الدرايفر هون بالانتر، اللي هي فانكشن بالنتيجه. ف لاحظ هون هي ذاتها هيدي by xpath وال value input search xpath، هيدي by xpath input search xpath، هيدا ال input search هيدا هو اللي هو ال xpath ما غيره. بس ال by هيدي تابعة ل كمان selenium web driver common by by. ف تول رهيبة حقيقة، قدرات هي بتعطي قدرة كتير مهمة حقيقة. ولزيت انه انت اوقات انت مثلا بشركه بكذا بدك، ما ضروري بقى انك تستعمل الفانكشنات ويفتحوا لك اس دي كي مثلا. خلص انت عندك ويب براوزر وهذا فيك تحكم فيها، عندك انت فيك تحكم صار بالراوتر تاعك من دون ما انه يكون الراوتر مفتوح قدامك، الاي بي اي عنده اي بي اي خاصه او شيء. خلص مثل ما بتفوت كانسان بتفوت بهالطريقه. مهم بلا طول سيره، ايه فهون بيتأكد بيضلوا حقيقة بيعمل انتل انتل، بيضل بيحاول كل شوي بشوي، يعني كل شوي قديش بتحدد. بس نحن هون باي ديفولت ما بعرف قديش، كل شوي ما بعرف، يعني كل يمكن كل شو بعرف كل 20 كل 200 ملي سكند كل ما بعرف. بيرجع بعدين انتل هيك، او انه رد لك تايم اوت. هلا اذا طلع بتايم اوت هون بعتقد بصير بيرد لك، اذا طلع بتايم اوت هون بده يطلع لك شو اسمه اكسبشن. فهيك حالي هيك حالي منيح انه نحميه حتى تخلي الكود تاعك نضيف، يعني هيدا مثل تراي. احنا ما عندنا تراي كاتش، عندنا تراي اكسبشن. فين نحط تراي اكسبشن؟ او هيدي تقعد بفانكشن لحال، وبعدين يرد مثلا يعمل كاتش، نعمله كاتش للاكسبشن. المهم افتكر هيك لازم يكون. هلا حنجرب بس ان شاء الله. فهيدا الانبوت سيرش هون شو عم نقول له؟ عم نقول له سند كيز سيلينيوم. هيدي السند كيز يعني عبي، حط بقلبه شيء. فانا عم تحط بقلبه هيدا التكست اللي هو سيلينيوم. فيك تحط اي تكست مثلا I love selenium. اوكي فهلا كيف بدك تفتش عليه؟ حقيقة انت من بعد ما تروح على جوجل بدك كتبت تكست بدك تفتش عليه بكل بساطة، بتبوس انتر فبتبعت له كمان سند كيز تاني، انه بتبعت له هيدا الكيز دوت انتر. مش هون هون اهمية هيدا الكيز اللي هون حقيقة، وبيمشي الحال والكود شغال ويكون روعة. ما بدك، لا فيك تكبس على 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 شو اسمه، فيك تكبس على السيرش جوجل سيرش، ان هيك هيك هو جوجل بيعملها.
هيدا تكبس على هيدا الزر، كمان هيدا الزر نفس الشيء بالانسبكتور، بتروح على تحاول تشوف هيدا، بدك تعرف شو تلقطها هون، بدك تلقطها كمان هي عادة تكون انبوت. وعم بيقول لي هون شغلة مهمة انه هي سبمت، وهنا تايب 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 تايب، هي تايب سبمت، هيدي المهم مهمة انه عن جد وغير. تروح تعمل رايت كليك، هلا ممكن انت تدل عليه هونيك بشي غير الاكسباث، ممكن مثلا بكلاس معين ما بعرف، بس انه ممكن تدل عليه انه باي كلاس باي باي اي دي باي شو ما كان، فكله بيزبط. مهم، فهون نحن دلينا عليه كمان مرة تانية بالاكس باث، هذا هو الاكس باث تاعه، هذا هو الاكس باث تاعه. طبيعي يكون في اثنين انبوت، لانه على الارجح هذا اول انبوت وهذا تاني انبوت. ف وبعدين شو بتقول له؟ بتقول له كليك، انت هون اخذت الالمنت، بتقول له بس دوت كليك، ما بنقول له ساند كيز كليك، لا خلص كليك وبيمشي الحال. رح خلي الانبوت لحتى يضل البراوزر قدامي، وهون انا طبعا عملت لها كومنت لهي لحتى حتى تشوفه فعليا. بدنا نشوفه سوا، يقلع اعمل هاي، اكبس على هاي القلع، عظيم. طبعا لازم بالاول نعمل pip install selenium بال environment تاعي ببايثون. فهلا لحاله لازم، يعني انا شفت العملية هي اخذت حوالي 20 ثانية كلها على بعضها. فهلا عم يفتح الكرون، هذه حقيقة قدرة هائلة وكتير حلو الواحد يستعملها ياخدها. هلا هون لازم يكتب لي I love Python هون.